بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على رسول الله الأمين وعلى آله وصحابته أجمعين. فحدثني جمع من الشيوخ آخرهم شيخنا الشيخ صالح عبد الله العسيمي غفر الله له ولهم جميعا بإسناد كل منهم إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قاوس مولى عبد الله بن عامر العاص عن عبد الله بن عامر العاص رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: الراحمون يرحمهم الرحمن، ارحمهم من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن طرائق الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين بإقراء أصول المتون، خاصة أصول حديث المصطفى والرسول المجتبى صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين، ليفوز بسعادة العجل والآجل. فهذا هو المجلس 99، وهو المجلس الأخير في هذا الكتاب من مجالس إقراء وشرح كتاب الوافي في الساحين، في ليلة الأربعاء 26 من شهر جمادى الآخرة عام 1439 لهجرة المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، ضمن سلسلة دروس حديث المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم، بدأ من كتاب الأربعين وانتهى بالصحيحين والصحيحين. يسر الله الإتمام والإكمال ورزق الإخلاص في القول والعمل، إنه سميع مجيب الدعوات. مجلس كان ومجلس كي سقال هي سقال شنات مجالس شرحة هي دول مركة كوبان كتابك الله فيما في الساحين. وأنا إن شاء الله تعالى مجلسك كتاب كان مجالستي سقدم به أو سقالي سقاشنات هابينك وهابين أربعاء لحي لباتنك جماد الآخر كنا فربقل سقال يصدنك جردنا بيقان عليه الصلاة والسلام. وحان كو ختمين عاو إن شاء الله تعالى مقصدك قدم به أو فتنته قيبة كمدة أيان إن شاء الله تعالى كو ختمينا وحان جوغني باب هلاك هذه الأمة، باب هلاك هذه الأمة بعضهم ببعض، باب هلاك هذه الأمة أمدان أوتنا هلاكتان لسكو هلاك بعضهم قاركوت ببعض قاركة كالو هلاك أي محوها باب كانوا بابي ويان أمدان نبي محمد عليه الصلاة والسلام إن قاركوت قاركة الوها اللي قدونه ويجا اسمين دونان أي باب كان أبابي هاي عدين العديو. حدثكم سقال بقولي توني تضبط عن ثوبان وحال جوري. قالوا حير ثوبان، قال رسول الله سكر حير صلى الله عليه وآله وسلم: إن الله لوين زوا وحيس دبي إيسو أروريي لي أنيق الأرض الرضا يوسو أروريي أظهرت يتصور جويان. فرأيت وحان أركي مركا مشارقها قرح كصوب حيال كذا يمال الله ماشي رنك قرح صباح جري يو مغاربها يو مغاربها يقرحوا العيال كذا ومالها قرح ضيو دعدة اتك استوى جرت ايان الكويان قرحوا دع يقرح صباح انت جرتي يا انت حالة دي ايام حوان الله اللي ساري ويان. وإن أمتي أمديدنا سيبلغ وقاريا ملكها بقرتوية دي وقاري ما زويا وحي اللي دوبي اما اللي سوروريي واللي جمعي اللي انيق منها حق هذا انت ان الله اللي ساري واللي سوى أيو بقر تويدات قارد ونويان وما ديده وعطيت وحال لسيي أي النبي عليه الصلاة والسلام الكنزين لبذ بنجي أيال لسيي الأحمر أي عصانك أي قدودك أي والأبيض عدانك لبذت أيال لسيويان ساس النبي عدينا صلى الله عليه وآله وسلم مركا لبذ كنزي وأبيضك أي أحمرك أحمرك وذهبك أبيضك وفضة وحوليه النبي صلى الله عليه وآله وسلم لبضي في الضغط ذهبك كعنتك هاي وبنجي هذا أيضا ملكي أي بنجي هذا اللي يفردونه هو قيصر ومحوها مامولا هي بقر أها نمنك الرومانكا هي كسرة وبقر أها نمنك فرسك أها واللبض قوة ذات ودونك حلق أساق وود بدن أها مركا ما بيقان وحو عدي صلى الله عليه وسلم إن لبض أس بنجي وذهبك في الضغط يكب وحده لبض بالله يفردونه وانا دعضي ومن قارنا وحاس لقوا العراق أيوها إذا كان فرسي قارنا وحواها شام إذا كانت سوريا أي أجار كذا الله بذب وحوي النبي جن والله فري صلى الله عليه وسلم أمدي سيا الله فري. وإني أن سألت ربي يا وحوي دي لأمتي أمدي إذا ألا يهلكها إن أزن كبابين أو أزن كترترين بسنة أبار عامة وحويا جودها إن هالمر أبار أنت الوسي دي كدي من أنا ما أنت الله بيئه إن أزن كبين أي ربي ويدي سي وألا يسلط أنسون كسلذين كدرين عليهم دشودا عدوا عذو من سوى أنفسهم نفترض أن أهين أنسون كدرين وعذو بنانك ويمت أن لودرين
أيام ويديستويان أو فيستبيحا كدبنا أوبان نيستا بيضتهم جماعة ذوضا إيا جريتان كوضا أوبان نيستويان بيضتا جريتان كوضا إيا محوها أصل كوضا أوبان نيستويان وإن ربي ربي قال وحير يا محمد محمد إني أنيقا إذا قضيت هديئا حكما قضاء حكم فإنه إساق لا يرد لما علي ومربى هديئ حكم حقيق كي ماذا ردين ملاهم ويان وإني أن أعطيتك وحنكوسي لأمتك أمد هذا ألا أهلكهم إن أنكو هلق بسنة عامة أبار أو قودهانت هل مرأة أنكو بابئين وكوب الله قاد ويان وألا أصليت إن أنكو سلذين كدر عليهم دشوضة عدوا عدو من أسي وأنفسهم نفتوض أنا أهين إن أنكو سلذين كاسو يستبيح بنيستو بيضتهم جماعة يصل كوضا بنيستو أيها هل مرأة ترترو إن أنكو سلذين بلن بامحوها كاقاد ويان وانكاي يلي ولو اجتمع هدو حتى أو أرورة أو دي سبه عليهم أمد هذا من بأقطارها الدونك أطراف هذه لنعيه هذا إن تجرطون هذا إسكوي ماذا إن هل مرآن لبابئين أو بابئين أي كدعين أي أنكوب اللنقاضة يا أي ربك أنكوير نبينا صلى الله عليه وآله وسلم وآيه أو أما بقال وحير نبينا من بين أقطارها ضرف هذا إن تأكد أحجرتو بن آدن هذه أو أروران أمد إنا بابئين إنا ينمحوها هل مر لبابئين أن محوها لغوس الذين أيان كوبا لنقاضي حتى يكون إلى أوكاء هذا بعضهم بركوت يليكو مدهلاغا بعضا بركة كالي أو يسبي أوكاء قفاشا بعضهم بركوت بعضا بركة كالي مركة حلقاس إلا لغا جارو عرمت أيضا أو أيها لسكوس الليدو أصلاحان أيها لسكوس الليدية وأنا وح معروفة وحتى حلقي صحابة أي نولايين واتي أرمت أيضا عدويا كدبنا ويسعوتي حلقاس مركة دي أيها إسبانيستان إن عدو قد أوبا نيست أما يسوك حيستان محديد ومركز وحديد لما أركويا باب هلاك الأمة أمد هلاك جيد وحيكسوك ناندونتا أما يكون عدونتا أمد النبي محمد على يدي غلمة لن يرى يويلل سفهاء عقل قابة قعمه دي أمد نقوبا بيدونتا ويا ساس محوها أيو باب كان باب ويهي أمد إن يكون هلق مدونتا ويكوبا بيدونتا كوا أنا وحكس هين أو وليبا دائير قام هذا أمدا كبير دونه إنه النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم أيا وحويا هل كان كعد كو أما بلى الشيء دونه ويان حديث كن سجال بقولي طبعا إتضابات عن أبي هريرة وحاله ورضي الله تعالى عنه قال وحير أبو هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يهلك الناس دتك وحاه هل يجي دونه وبابين دونه هذا الحي قبيل كان ومن قريش هي قريشة أمدا وحاه هل يجي دونه وبابين دونه نمن كان ريق قريشات يا قريشات يا باب إن دون ويان ساس النبي عليه صلى الله عليه وآله وسلم معناها مركب حيتهاي قريش ولا لو رمج جودة ودائر ويلل دائرة أو ريق قريش هذا يا باب إن دون ويان ولي بحكي باب إن دونا بقرتوي الرادس إيه مدح نمير الرادس أي مدام كوب باب إن دونا شدا والنبي عليه صلى الله عليه وسلم نون إيمان دون إن شاء الله تعالى كو أيجع أي باب إن دونا أيو النبي أنا عدينا صلى الله عليه وآله وسلم ومدى النبي محمد أيقظ بقرتوي مدى حنمر هذين ومدى هلق أيان دجال قلنا ويا قالوا حير إذا فما تأمر النبي الله محمد فريسة مرك قالوا حيري لو أن الناس ضدك هدي اعتزلوهم أي كفى غذان محمد حذوف مرك جوابتي لكان خير الله دجال كوض أيو حوض إن لقف غذان دلنا قل وحي قصان أي قصان أوقفك ولنا عكمرة هدي أي سمين لهين أي لكان حسنا وحونا سمي أهل الدويان وفي رواية رواية وقال البخاري بخاري سقناطي عن سعيد بن عمر ابن سعيد سعيد ابن عمر ابن سعيد ابن العاص ويان سعيد ابن العاص ويان وربني أمية ننكاس أي وحلاه ورقالوا حير ننكا أه سعيد كنت وحانها جالسا متفضية مع أبي هريرة أبو هريرة أيان لفدي في مسجد النبي النبي قال مسجد أيان لفدي بالمدينة مقال المدينة صلى الله عليه وسلم ومعنا معنا جنا وحنا لجري مروان الحكم أيان لجري ويان وربني أمية رجي دولة بين أمية رجع قاضن دونه قدال ده مو يستاجي دونه رجع أيجا أولياشودي إنك متأويان مروان الحكم أيان لجوجي قالوا حيري أبو هريرة وحيري سمعت وحكم غلي الصادق الرمبدانيه ونبي محمد عليه السلام المصدوق لنا الرمية يقول إسقلا هلكة أمتي أمدى دبابة إذا هلاك هذا على أيدي غلمة ويلال يرير ومن قريش ري قريش هذا أيكو لعدونا أيو النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال مروان ومروان وحير مركم لعنة الله عليهم لعنة الله دشو ذهاتا غلمة ويلال أيقوة
أما بق غلمة وويل الأون لعنة الله عليهم نعلة الله يدشوا ذكود عظيم الله بضبط دي ملاهن ديت صهر مريسا. فقال أبو هريرة غلمة ولو يعني يختص باللعنة أي قال لعنة خاصة كنا قتويا اختصاص أي قال دشوا ذكود عظيم. فقال أبو هريرة وحيري لو شيت هدي أن دونا أن أقول إن بها أنشأ بني فلان وبني فلان راهبل إيه راهبل أو جلب هن إيه محوها أن قلها نزي شجر لفعلت وانسمين كرلها وأنا قنويا تسول يهي أبو هريرة رضي الله تعالى عنه ويا. فكنت وحنها مرك هذا الك أبو هريرة الكاس وكل ماذي كدمنا فكنت ضع وحوت نينك إلى سعيد ابن عمر ابن سعيد نينك يا مرك هذا الك قاتب ويا مرلبات. قال وحير مرك فكنت وحنا أخرج مت لبحة مع جدي أوجي مرك وسعيد ابن عاص أوجي من لبحة يانها إلى بني مروان مروان ويلشيسي حين قرتي ملكو أي ملكيين بالشامي أي شام حلق أي شام ملكيين أو ما ضحك النقدين دولة ريب بني أمية أي المرك أبهي ننكر ويلشاس أنو راعجري نمينك مروان ويلشيسي قيبة كمدة أي وحويا وحي كنقدين ما ضح دولة الإسلام أي قبسدين وين حلق أسقها أي وحولين ننكر إلى سعيد أوجي أي راعجري أو وليبه ويلشي وراعجري. فإذا رآهم قرت أيجا أركا غلمانا أيجا وريبة دائر ير أيجا ويللا أحداثا وريبة دائر ير قال وحنودي جلنا أمجا عسى وحاسورة قلة أما وحادع كرتا هؤلاء ويلشا ير ير أن يكونوا إنا يهضان منهم كوي آد أبو هريرة الشاقي أود محوها مروان لعنا ذاي أود أد ير يرا أو مدقع مهوضي أيكوها لك سميزا إنا يهين أي صورة قل أيده هجري ويهين ما ده هجري لكن وصورة قل أيده هجري. قلنا كذبنا وحانري أنت أعلم أب أو أذا أكسون أنا جبابك إذا جباب هذا أنا أذن قانو أما أن فهمي كرنا ما هني أذي قم بأكسون أي قال ما أيد بالنين ورك وش يجي من كديدين من كراع وين وإذا جاء علم جد ودين. باب الفتن باب الفتن في النوينك حيث مل أي كأ هذا أي كأ من دونن يطلع وكسر بشة قرن الشيطان شيطان كجس كيس مجهو كسر بحه أي في نذا كسر بودي دون ذا قرن الشيطان حقو كسر رشامرك النبي قال نوح عليه صلى الله عليه وسلم إن أنا لتكنين حلق قرن هذا يسوب حيسومه محي النبي قال نوح الذي عليه الصلاة والسلام مرك أيلا تطلع بين قرني شيطان لبدي يسجس بحد هذا يبود كسر ترى ذا سيقول سوب حيسا يسوي أي أسكوت للرني مرك قرن سوب حيسا أي وحوي قرن هذا حقت أي سائس كوت هاجي سيد بدك يا أمدي أي وحويان السجودة أثناء السجودة القيب كلاقات ويان القرآن قرب عبد السجودة مركا منك مركا في النظر مدينة مركا ما بيجي نجوا عليه سلام سلام وحجري في النظر أنك ما يك إيمان إسح مركا أنك محاكاة حاجة ما تقنن وحاكاة حاجة بادية العراق سيدنا إمام الخطابي غير كأي شيء حتى ما يشان أدرك تاني امتحانك شيء عذا هي بلذة هي دلكة هي لباتضة هي فتنتة هي بلمبرنتة هي قرب محوها قرب كمسلمين تلقى بحى إي قال هذا محوها صدوا مشاد قال هذا سوق شتى وادق اللوية قال معروفة إلى حلق هلاكو إيو قليه تتارك إيو مغولك إيو كسي هرا أي اللوية قال دتك أيجا إنا يساء هاين حتى سيدنا حسين علي ابن أبي طالب رضي الله تعالى وارضاه إن لدلو كربلاء لقدله نمك سببتو هاي أوك عن هاتي أي قرب بنكون هاي نوعي ما هلك سيك أي مادن هلك سينا هاين في العراق ويا المركب ساس أيو النبي إشارة صلى الله عليه وآله وسلم ويا حديثكم سجال بقول تمرد سجالات عن ابن عمر وحلو رضي الله تعالى عنهما قالوا عبد الله بن عمر ذكر النبي نبيك عياش شيخ حضل ومحيري اللهم الله يو بارك نور بركة لنا أنك في شامنا شام تنا إله نور بركة وشام واتقنا وأفر تضل يوحنا جاروض أويا ومحونا سوريا أي ومقعوين تاي اللهم الله يبارك لنا نور بركة في يمننا يمن تنا نور بركة يمن نور بركة ويا واتقنا يمن. قالوا حيرا يا رسول رسولك قالوا وفي نجدنا نجد ذا مجنا إله نوبركي ننكاس نوبركي نجد نوبركي أيضا. قالوا حير محوها وحير المركة النبي قال اللهم الله يبارك لنا نوبركي في شامنا شام تنجا نعم في شامنا شام تنجا نوبركي اللهم الله يبارك بارك لنا نوبركي في يمننا يمن تنجا نوبركي. قالوا حيرا يا رسول الله وفي نجد مجنا إلى إله نوبركي محوها دعاء كدر. فأظن محمد بن قال إنه في ثالث المركز إذا حد إنه يري أي رمنا يروي عليه هناك نجدي حقت الزلازل للجريرية ما شاء كإيمان دونا ويان للجريرك ما شاء كإيمان دونا ويان إيوه الفتن
إيفنوينك زلزالك يقررك عادق ونقون كرا وحاكرا وحاويان دقنان الأنت إي عدم الاستغراك أنا ونقون كرا تاويان إيو الفتر إيفنوينك وبها يدا أيو يطلع كسوبحي دونا وأما كسوبحي قرن الشيطان الشيطان كجيس كيسا واتي هاد أنشاق نويان باب الفتنة فتنة إنا من المشرق دنك قرر كسوبحي كإيمان إيسا عدين لعد أيو باب كانوا بابي حديث سقال بقى إلا باتنات عن عبد الله بن عمر وحاله رضي الله تعالى عنهما قال عبد الله بن عمر رأيت رسول الله نبي الله يرحمه صلى الله عليه وآله وسلم يشير إسقى التلمامي وفرت كفقي إلى المشرق الركع صباح جد فقال حير ما بيجنا ها هو جاي إن الفتنة في النذا ها هنا ذنك سيكاهتي وير الركع صباح جد أي كاهتي إن الفتنة في النذا ها هنا ذنك سيكاهتي من حيث مال أيكات يطلع كسبشة قرن الشيطان شيطان جيس كيس وكسبحة وير جيسك شيطان كده قرحت الله صباح صومه وسكت يرن مركز أيوة النبي كان أول جد عليه السلام أركن نجدي نجدي العراقي علماء خطابي غير كيبة أيك الشيطان وحي مجال المدينة ننكس قرحة كصباح كأها ننكس النبي كان كل شهر صلى الله عليه وسلم لكن علماء ذوي عديانه وبادية العراق أيك الشيطان باب اقتراب الفتن في النوينكا لو شذا أي سود ويهين إيوه وفتح ردم يأجوج وماجوج جوج إما جوج ماشى اللجوء الشهري أو اللجوء الشهري ردم جوا ماشى مال محوه للدوجي أما مال محوه للضبالي ساس يا لي ردم مرك ماشى اللجوء الشهر اللجوء حري نمك اللي هذا جوج إما جوج إن وفرم الدورة عدين العدا يباب كانوا بابي حديث كن سجال بقوليكوا إلى باتنات عن زينب ابنة جحش رضي الله تعالى وارضها زينب وتقنن وزوجة النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى وارضها أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل عليها النبي يا أسوق علي أيضا يوصل قلي فزي عن حاله يهي مد أرجع أحسن يقول وليبا ما بيجانا وحوله لا إله إلا الله كلمة بس يكون دواقة كلمة توحيد النبي يكون دواقة صلى الله عليه وسلم ويل وادي نارد أما بحالات عرب عرب يوصل نادي من شر شر حاجة ديونا ووصل نادي قد اقترب سود وادي قد اقترب سود وادي نمنك أيجش وحويان وادي نارد أما بحالات أي وصل نادي حاجة وصل نادي شر سود وادي ويان كو حاجة دي يوسف نادي فتح وحال فري اليوم ما أنت وحال فري من ردم يأجوج وماجوج جوج يماجوج مش الوقع الشاري يا محوها دبول كسرنا وحال يفري مثل هذه مثل هذه تناكله سانوكله أيها النبي صلى الله عليه وسلم مثل هذه فقلت وحان يا رسول رسولك قال له عفوا وحلق كدي من النبي وحلق كسمي وسكت لجيه سانو كدي بأص بعه بأص بعه محوها فرتيزة ها أي النبي قال محوها كل دجي الإبهام سولكة إي والتي تي تليها فريهيس أي النبي قال كل دجي سولكة إيه تنكو حكتة مرستدا أما سبابة العربية أتقنا أي النبي قال نساء كل دجي صلى الله عليه وسلم مركز أبو حجري ماشي أي كو أشيرنا يعني إيه الباب كسارنا منك محوها رير جوجي ما جوج انت سوكرا يا لقفر أي النبي صلى الله عليه وسلم انت سوكر ايا لقى بني مانت كو قالت زينب زينب وحيتري بنت جحش رضي الله تعالى وارضاها فقلت حدث يا رسول رسولك قال له أنا أهلك من هلاك سمينا وانا لبابئنا يا أننا أنبابئنا وفينا أننا بحثنا أيضا يكسو قيهين الصالحين كوسو صوبنا ذاتك أهل خيرك أهل طاعتها أهل التقوضها يقول أن نحجوا من أننا أن هلاك سمينا وانا لبابئنا وين أساس النبي قالنا أساس النبي قالنا ويديس عليه السلام قالوا حي نعمة إذا كثر هدوبت الخبث حمانته أما الخبث لا بدو لما لها مركا هذه حمانته أي بدوته أي شيء جحن وحويان والهلاقي أودتك وين أكسنا روح حبوا وين أكسنا جو درتت لو مدينا يساس النبي قال عدينا صلى الله عليه وسلم باب النزول الفتني فتنة دقيتان كأي سود دقيسه كمواقع القطري سدوا محو سود دا لبعض سو سود دا يروب كسو سود دا في النظر إنه يساوي دايس روب هدو سوداء ما يلبوك تقعي هدى صوب كان دائي مقوليها قارو وسيقي مايا إن محوان في النظر عميمة وما يلول بقليس إنه إيمان دونتا أيونا بقينا نوع دين دونا إن شاء الله تعالى إمام كان أوبا بيستي حفظه الله حديث كنسا قال بقوليو لباي إيه لباتنات عن أبي بكرة وحالي ونفاء بن حارث قالوا حيلا أبي بكرة قال رسول الله النبي قال وحيري صلى الله عليه وسلم إنها يدا ستكون وحان دونتا فتن في النظر يا هان دونتا فتنوين أيات دعونا كو على هواي ثم أنت أكدبنا تكون وحاهن دونتا فتنة فتنة يا إهان دونتا ومدوين القائد قفك فرديه أن تلا بقادينين فيها أيذا جوده هذا أن تلا بقادينين
أي خير كوناك بدن أو كخير بدن من الماشي قفك سعد فيها في النظر أحد راح سعده قفك كفر يستو أي خير بدن ويان كو والماشي كان سعدنا فيها أي ذا أحد سعد في النظر خير وحك خير بدن من الساعي إليها كان وردا في النظر أرع لنا أي كخير بدن يا نبي عليه صلى الله عليه وسلم الله يي فإذا نزلت هدي أي سودكت في النظر أو أما وقعت أي دعو فمن كان قفك هذا فمن كان قفك أسقنا له يسقى إبل جل فليلحق بإبله جل كيس جل سأذو قفك جل ليها أو واحد جل لي مال وجنب بديها جل سأذو ويان وماشى إذا سقطها ومن كان له غنم قفك أري أسقنا تينا أو محاها حين أري الله فليلحق بغنمه أري جس هالي لويان ومن كانت قفك أسقنا له يسقى أرض بير يمحاها مال وقط هاي السنة أما لهنا فليلحق بأرضه دول كيس هذا إبله سأسك هذا ويان قال وحيي راويجي فقال رجل ما وحيري يا رسول رسولك قالوا أرأيت بل كورا من لم يكن قفك سلوسك لأن الله إساق إبل جيل أو أما غنم ولا غنم أري ولا أرض قلنا على اللهين مالو بيرت ما هيستو جيل ورع ما هيستو أري ومحوها أبدا حال ما هيستو ويا قالوا حيري يعمد حلو قصديا إلى سيفي سيفتي سو قصديا سيفتي وحكود الله أما قريجيسي أما سيفتي وقصديا كو فيدق مركز كو قراعيا على حده أفكيسة إيه محوها ماشى واحد جرته إيه عرديسة أي حكوك جراعية ها بحجر النجاح هدي أنت تسيف قاعدة سيفتي أدمرك ماشى وحكوك جيلهد أدري حكوك جراعة محي جوينيسة وهم يويان يعني سيفتي سكدي جاي معنا هذا وساس ويان يوسف محوها دجال جلين ساس وهم معنا هذا وياي ثم أنت كذب لينجو هبت بعده إن استطاع النجاء إن استطاع هدو أودا النجاء أو النجاة برباده هدو أو أدمير كوبد بادو هيري كرا حبت بادو أبحث هذا ويان اللهم الله يو نعم هل بلغت مقارسيي اللهم الله يو هل بلغت ميان قارسيي اللهم الله يو هل بلغت ميان قارسيي نعم هو قارسي نبينا صلى الله عليه وسلم أنا غير نسو قارتي سكتب أيجي أنا غير نسو قارتي صلى الله عليه وسلم ونسو قارسيي قال وحيري راوي فقال رجلنا نبي وحيري يا رسول رسولك قالوا أرأيت بالكورا إن أكريت هذه اللي قصبه حتى ينطلق إلى اللي كحيه أو اللي لتك بيئة إلى أحد الصفين لبض الصف أو في النظر اسكوها يسو إسلاين يسو هذه ميت كميدة إنت اللي قربضه بكدمنا اللي لحقيه وهل صف محوها إن صفت اللي قصبه بالكورا النبي الله كو ها هي أو أما بإحدى الفئتين لبض كوحوض في النظر إذا قالك كده حي مدود قصب اللي قوكي كورا فضربني وحكى دمنا أو فضربني كدمنا ويقول رفته رجل نم بسيفي سيفتيسا أو أما يجيء وي ماذا سهم لاب أما وحاوى ينفلار فيقتلني ولاب كاس إدله نبي الله بالكورهن أنا قد وما بسعون ماشي في النفس لكن أنت اللي قصبي أي هل كان اللي جاي كدمنا سيفا اللي يقول رفتي أما بفلار يقول عادي أنا ما بكون جرد قالك قالوا حجري يبوء قفك وحول الله بريا بإثمه دنبك أسق وقال إيوه وإثمك الدنب قاعد يقول الله 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 منا يا ساسونا بيجن عليه صلى الله عليه وسلم إسقى يا الدنب قاعد الدنب يسبب نبرك صارني ويكون وحنا يا من أصحاب النار أصحاب النار يكمل من غني قف كسقى معنى ذلك أذى الدنب ما يلني يزيد حتى هذا بدي قال كذا يقول أيونا بيجن عليه صلى الله عليه وسلم في تنت النوع عسمركة وأركتين أما بق قبيل أما بق دين أما بق دل هي دولة من لو ودع الله ما بق دجال كستا في النكستا أنا نحط يدين رب أكو تعلقين أما بقى أنكو قتمين قفك مركة كقيب جلا أنا نمحوها هلا قسبين أنا قرب الدوبين ولي بهلا قرب الدوبة أنا دجال مر هدي لو قرب ورمش لو جيا وأنا نمحوها دجال قفك وسك قيب جلي أنت قفك أنسى مينين وببد بادي لكن قفك أنت إن كميت سماية قفك أسرع بدو كجرا ويان باب الفرار عررتان لقى عررة من الفتنة فتني فتنة إن كميلا كدا عين لقى عررة يباب كانوا بابي حديثكم سقال بقول إيسا دحي لباتنات عن أبي سعيد الخدري وحلو رضي الله تعالى وارضاه أنه أبي سعيد قال وحير قال رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يشك وحادو وحادو أن يكون إنه هذا خير مال المسلم قف مسلم كمال كيس كرقوه وراك بدن غنم أري يتبع بها ولا رع رع أما يتبع بها ولا رع رع شعف الجبال بورها ميلا هذا صرا بوره دشر ومحوها لا أدويا ميلها ده بيها لا يبات كلا ولا أدويا إيوه مواقع القطري يربك ميلها وكد كدا أدويا وسود يربك أي كجرا أدويا يفر روح لا عريا بدين دين تيزا من الفتن في النذ أيو كلا عريا وحمرك دع سود وأيو نبي جانا عدينا صلى الله عليه وسلم ميد عدين كدين كمدا
إن مالكيسة كان وقف عن واري نقطة كديم أرجع اسمعلها بورها إيمالها عم بلا سوق عارين إنه دورش هذا وأرجع يسكر عضو دي أنتي سو في النذكر عرره ساس النبي عدينا صلى الله عليه وسلم باب إذا التقى المسلمان لبذا مسلم هدي أي كل أي محو إسكره هري ماذا بسيفيهما لبذا سيفه هل كذا محو نقول يا القاتل المقتول في النار طبعا حديث كنت سجال بقول يفر إلى باتنات عن أحنف ابن قيس وحلا وري قالوا حير أحنف ابن قيس صحابي قص ذهبت وحن آذي لأنصر إنا نقرقارا هذا الرجل ننكا إنا نقرقارا وكي ننكا سجد لجدا سيد علي ولجدا رضي الله تعالى وارضه حلق سيد علي سيد معاوية رضي الله تعالى عنهما أي اسكو قبتين أرنتي خلافتي ميا الله هرت خليف ميا الله سمينا يا مساء رقي سيد عثمان ديلي أي قصاص أي الله مرنا يا رأي اللي اسكو قبتين تاس مبوها واحكا لما بجرم به مركا ما ننت أي بهيد أي وحاويان أي دلوك الملاي أبو بكر أنا ومحوها سعودة كدي محوير حقا يسعودة مركا سيد وحانو سعودة ويرنا نين كان أقل قارة وسيد علي فعلا لبضا نيننا سيد علي أيا كتاقنا حقه إذا بك كتاقنا سيد معاوين مجتهد أيها رضي الله تعالى وارضاه قال وحير قلت حانري أنصر حانو قرقايا هذا الرجل كما نقر قاريا قال وحير ارجع لابا فإني أنيقا سمعت حان مغلي رسول الله رسول الله كما قال صلى الله عليه وسلم يقول إيسا قولا إذا التقى المسلمان لبذا مسلم هذا ليس كالهر إيمادا إذا التقى هذا ليس كالهر إيمادا المسلمان لبذا مسلم بسيفيهما لبذا سيفوت أما لبذا قري وحتى الهدبة فالقاتلك واحد لي إيو المقتول كالذي ليبا في النار نار تقول هذه كسوينيهم ويا فقلت حانا يا رسول رسول قال له هذا كان القاتل والدلاء واني واحد لي والدنبيل وعادي هيبا فما بال المقتول كالذي لي إساقا حالة دي سيتهي ومحا كل عيم حالو عذابا يا قال وحير إنه إساقا كان وحوه هذا حريص المد كده دالا على قتل صاحبي صاحبي سنو الدلاء أيو كده دالا يسنا لكن وانا قلور مريئون مركا نيذي عملك والله ما ذو حلو سمي مركا إساقا نار تحكو قال يا عم فعلك أتسمي تبرت مادي قتموينه هبا يراتي قفك ما بتبادين سررت أيو ناركو قال يا مركا واضح ركتين عالم كمان تو حكجرة دماء ديك يدباتو يرفات يسبابين يهلك أي كجرة نبوة النبي قال صلى الله عليه وسلم وعداتيه إلى حتى يكون بعضهم يقتل بعضه قال قاركود لا يسكن لايان أو قفاشان أو يعني حد حبض مسلمين تا مالك لما بكو سعود طبعا قاري مسلم أتريد أو محوها مالك لكو سعود إنما ساريس ديك داتا أو قال داتا إنه وكوي لا بيس دح انت بضن وحويان أما هو مسلم خالص أو مسلم دلي أما هو مسلم قال وتأم حول مسلمين كبابين والله بضن بس وحكى لما بجران انت بضن وإيه باب إعلان النفاق منافق نمر بنان كذي قشلا صوتك تأيو بابي هاي إيوه الكفر قال لي ماذا ما أنت وين تاجنت إمساه سومالي وما أنت قال لي ما بنان كذي قنا ويوتيوبية فريسان ومحوا سليب كوسارين هاي إمساه إسلامي مش شجعنا لكن النبي محمد عليه الصلاة والسلام حديث ديزي بنان كود دادنا يان إمساه إسلامي مش شجعني أوقف أو حاول ينقل قدينت إيه وناجع عدة وده كوا حرب إذا قال كوا مركا منافق نمر إيه قال لي ماذا بنان كلا صوتك تأ إن أي دعي سأيو باكانو بابيه أما بأي تاجنت هاي أما أي حتى وقت حل هراء بعضي عدد كون سقال بقول إيشاء إلى واتنات عن حذيفة وحلقودي عن حذيفة وحلقودي ابن اليمن رضي الله تعالى وارضا قالوا في حذيفة إن المنافقين منافقين توا السحاب النول مركو الشيقة أوركا سقا حلق النبي قلنا أدبا محوها لو قدوا إن المنافقين منافقين تأل يوم مانتا شر حي كشر بذنيهن إن المنافقين اليوم منافقين تمانتا شر وكو كشر بذنوي منهم حقو ذا على عهد النبي وقته صلى الله عليه وسلم إن المنافقين منافقين اليوم أي منافقي اليوم منافقين تمانتا شر وحي كشر بذنيهن منهم حقو ذا على عهد النبي وقته سكو أهائي كشر بذنيهن كو كانوا حايهين يوم إذن ما ننتا أيضا وقت النبي كوي جوغي سو سيدا إذن مقرنا مسوح كلا إذن قرن كانوا حايهين يوم إذن ما ننتا أيضا يسيرون أما لا يسرون كو السر يستاهين ما ننتا أيضا منافق لماذا قال لماذا ويسريسين جرين واليوم ما انتنا يجهرون وإلى جهريان بنانك إلا إيمانيان وغح أي قرصانيان لما أركويان منافقين تي بري قاسنا ويقرصين جرين تسيق ويقرصين جرين ويان وفي رواية رواية قال وحيري إنما إنك لما أهني كان النفاق منافق لماذا وحيهيد أما وحوها على أهد النبي صلى الله عليه وسلم وقت النبي أيها منافق لماذا حل قاسم بجرتي منافق وقفك إسلام لماذا موجسنا قال لماذا قرصنا صومها إنك استوى الله بقي بداية النفاق الاعتقادي والنفاق العملي نفاق اعتقادي كاسه ويا كان عملي وقفك بينت الشيقي وقفك وحاول بلندك بحي وقفك بحقيامي وقفك مركو قفل مرمى محوها رقس كدعين حق سوديقين وربك بيقتان حق أنا محوها حق ذان أي قيلين كاسه منافقة محوها عملي قويا
لكن عملي قرفك وجارسين يا كان اعتقادك ما كذب. إنما إن كان ما كان وحوها أن نفاق ومرافقني ماذا عراد النبي النبي أختي زي نفاق وأجري ويان. فأما اليوم ما أنت ميا فإنما إن كان ما هو إسقى الكفر قال لي وبعد الإيمان إيمان ما كذب ويان. هذا عد لجبقة عد محمد الله قرصنا ما جرت بنان كأي صورك تن مرافقين تقال لي ماذا ذي أيو عدين يا حذيفة من اليمن رضي الله تعالى وارضاه عدو حذيفة مرك حلقة سوا عدي حلقة محمد ما ليس مرك باب ذيك الخوارجي خوارج الشيطان غش شجع إيو صفاتهم تلمام تلمامها إليهن شيطان لش يباب كانوا بابي وأنا باب قدام بيا كتاب إن شاء الله كتاب إن شاء الله تعالى حديثكم سجال بقولي رحلة باتنات عن جابر بن عبد الله وحلي ورضي الله تعالى عنهما قالوا حل جابر بينما جور رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قيبنا غنيمة حول غنيمة وقال هذا لقصر نعي حول لقصة دي بالجعرانة ماشي اللي هي جعرانة جعرانة ما اللي يرى هذا أما جعرانة ما اللي يرى هذا والنبي يقول قيبنا عليه الصلاة والسلام جعرانة حاجة قلت الله جعرانة وحي قلت الله لباتن كيلومتر أي وحي كحكتها مقالة مكة مقالة مكة لباتن كيلومتر كحكتها وغوي قلبت وغوي قلبت تقريبا هدوم حوها وغوي دنكا يهي قلبنا ودنكا يهي وانت ودحيس مرك وانت ودحيس ويان وغوي قلبت ويان مقالة مكة مرك أي لباتن كيلومتر كحكتا دنكا وغوي قلبت. ولفظ مسلم مسلم لفظ جيسا وحوها قال وحير حذي نك إلى جابر أتى رجل نبا ويمت رسوله ويمت صلى الله عليه وسلم ما كبرني عن جابر حرم عبد الله رضي الله تعالى ما قالوا في جابر بينما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقسم قيبنا غنيمة غنيمة بالجعرانة ما الجعران لي هذا إذ قال له حوي رجل نبا وحكيري يعدل والعدالة نما سمي عدالة سمي ويان فقال له حكي النبي صلى الله عليه وسلم لقد شقيت وان أردر صدي وانين حنبا نقضي إلا ما عدل هدي عدالة الآن سمين ساس النبي نكير صلى الله عليه وسلم قف أردر صدي أهل النار أهل خير أنا هين أيان نقضي هدي العدالة سمين ساس النبي عدي صلى الله عليه وسلم. واللفظ مسلم إما مسلم لفظ إيسا وحوها قال وحي ما بيان صلى الله عليه وسلم أما قال وحي إنك يا جابر أتى رجل باويمت رسوله صلى الله عليه وسلم بالجعرانة ما الجعران ليل هذا منصرفه مركو النبي كسو اللابطي من حنين دولانك حنين مركو النبي كسو اللابطي صلى الله عليه وآله وسلم. ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغني عنكم شيئا نعم. وفي ثوب بلال والحال في ثوب بلال بلال مردي سنة يكون سوغنتاي فضة لعق أو فضاء يكون سوغنتاي يعني فضة بضنبا مرض بلال كسوغن ويا بلال بمركو وذا ورسول النبي صلى الله عليه وسلم يقبض ومحوها عن توبنا منها إيدا فضدي العقد فضدي ليش كجرت أيو نبي عن توبنا صلى الله عليه وسلم يعطي الناس مركز دوت سيناء هي قاضي عن توبنا قاضي هذه وهكذا صاص وقاضي صاص ونبي قال بحنا صلى الله عليه وسلم كو فقال وحير منك يا محمد محمد اعدل عدالة سماوية قال وحير ويلك هلا قاذة ومن يعدل يا عدالة سمينا إلا ما أكون هديانا نهين أعدل من عدالة سماوية أنا قلنا محمد صلى الله عليه وسلم هدي عدالة أنا سمين عدك لو عدالة سمين أود ما أنت أتكتب ميسا أما أتكربتني عدالة ميسا واتهويا لقد خبت وخسرت ميادين قرن سوزار مهن وحد هذا المركز لقد خبت وانهوغي وخسرت وانخساري بضمها ها هي إن لم أكون هديا أنا هين أعدل من عدالة سمي تسوي سيد رواياتك أنت بدأ يكسو أرورتي لكن لقد خبت وخسرت لقد خبت واتهوغتي أذيك ننك على هلا أو وخسرت واتخسرتي إلا ما كون أعدله هدي عدالة سمين أي نوع وحويان ولا ذي كره محين أقول إذا مركا أيضا هدي مركا أنيجا الرعضي أو مسلم تاعي أو أنيجا النبي كو هانا أن عدالة سمينين أو أنيجا محوها النبي نبي أمي سنتاعي دوات خسرتي نن أن عدالة سمين غير عادلة أي النبي مركا كون نقضي سيدرت دوات خسرتي ساس ولجودة مرك لكن سيدا محوها اسكا دعوانك وعب وان تاويل كلايو بهنين وحاول لقد خبت وان هوغي وخسرت وان خساري ها الا ما اكون هديا انا هين عدل من عداله سماويا مركي اسكا غوت تاسايدين نبيري. فقال عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه وارضاه دعني النبي الله اداء دعني اداء يا رسول رسولك الله فاقتل اندلا هذا المنافق منافقا انقرت ادري منافقا اداء وين سيد عمر وتقنانه مركي بابك لا غار اسكا سيفتي زبنانك تالو ninki muxuu ahaa toosi waayo oo nabi maxamed cali sallallahu alayhi wasallam arab ku taago ama diintana ku aadi waayo safety soo muxuu asa umar nijri radiyallahu ta'ala anhu warda amu idin buu ka qaadan jir nabiga sallallahu alayhi wasallam
فأقتل عندي هذا المنافقة. فقال وحيري معاذ الله إلهي بامحوها كان أرنت أيضا كان نزهن أما با يا أما إله كمان قلويا إله من كمان قلي أن يتحدث إلى محوها كوشي كيستان الناس دتك أني أنيقا أقتل إن الله يو أصحابي صحابة ديدة إن دتك كوشي كيستان نبي محمد صحابي رسول الله إله من كمان قلي أيو نبي صلى الله عليه وسلم إن هذا كنيته مياد أركتان إن كان ساوه هلي إيو أصحابه أصحاب تيسة إدت كيسة لجره وأسقى محوها جد كيسة مريدونا يقرؤون القرآن قرآن كأي أخرين أيان وقرآن كإله سبحانه وتعالى أي دريرين أيان لا يجاوز ما تلاب قرآن كم حناجرهم كالحمى هذا ما تلاب ويان أما محوها دون توضى إيهم قرق هذا ما تلاب ويان يمرقون وحي كدح بحيان وحي كدح بوديان منه قرآن كم كما يمرق أما دينتا كما يمرق سيدو قدح بحا السهم ليبكا إيه وحاوان فلارتا قدح بحضو من الرمية شيء قل التوغنائي قفك وحبو التوغنائي وحي مركا مركو ليبكا لقود وفتا وكدح بحيا صومها أيجنا الدين تي قرآن كبساس يقول أحب حيان قرآن كنا ويل التاجين هنا ويدريني يا سبحان الله العظيم هذا يكون سجال بقولي تضلي إلى باتنات أنا بسعيد الخضري وحلا ولي رضي الله تعالى وارضاه قالوا حرا بسعيد بينما وقت إجر نحن أنجا عند رسول النبي عليه الصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم وهو النبي جنا يقسم قيبنا قسما حول غنيمة قيبني واتي هذا سمر إني ومحو أساس والنبي جنا بحنا عليه الصلاة والسلام أتاه حويمد ذو الخويسرة كي جذا فيها لها ذو الخويسرة اللي يظهر أي حويمد ويان إن كان قبل أيوه يمد وهو استجنا رجل وانين أو من بني تميم ريب بني تميمة صفات ك إمام مسلم روايات كيسة يا وحويا خاص ك أيوة أد وهذي رفكي خوارجته إن كذا جربه حديث كوسو عرورتي إمام مسلم حواها هذا استجأ يا كتاب طن عقدي خوارجته وصف عنه وهذي ويان وياه إن كصدق قويس لي أيوه يمد وهو استجنا رجل وانين أو من بني تميم ريب تميم ريب بني تميمة فقالوا يا رسول رسولك قالوا اعدل عدالني ما سمي ونن عدالة النقاء فقالوا حير ويلك هلا قاذي ومن يعدل عدالة سمينا إلا ما عدل هذه عدالة أنا سمين لقد خبت وانهغي وخسرت وانخساري إلا ما كون أدان أن عدل من عدالة سمينه فقال عمر وحي يا رسول الله قالوا إذن لإذن فيه إساقة فأضرب أنقراع أنقويا عنق وقرتز أنقويا ويان فقالوا حير ما بيقى صلى الله عليه وسلم دعوا إسكداء فإن له إساقة أي أسقنا ذن أصحابا أصحاب أسقناته إذن أتبعه الرعا يحقر ويسيا أحدكم متكين صلاته سلادي سياسيا مع سلاتهم سلادة مركل البربر ليه سلادة أدينك أصحابه الدكان إنسان مركل البربر يجي سلادة وكواس محوها أسقى صحابتي سه هي محوها كوحد أسقى الرعسان سلادة مركل البربر ليه سلادينا ليس إنسان وأنا من سلاد قرحين بدن أو سلادك شبه بدن وكرجه النبي صلى الله عليه وسلم ويا وصيامه صوم كيسنا ويسيا متكين مع صيامهم صوم كواس مركل البربر ليه وأنا من أدو صوم بدن يقرأون ويأخرنا ين القرآن القرآن كأخرنا ين لا يجاوز محوها مجد أو متى الله بقرآنك تراقيهم كالحمود هذا كان مدى فويا الله بدان كالحمود مدى فويا قرآن كالكسو مدى فايا أفكي كأخنايا لكن انتو هزو مدى قايا ويا قلبي وذي مقارا أعوذ بالله يمرقون وحي كرح بحيا من الدين الدين تي كرح بحيا كما يمرق سدو قرح بها السهم ليبك سدو قرح بها من الرمية شيء قال التوغناي أما خاصة مركو يهي وحنول محوها فلارته حلقوا له في أجار أو كلا كدمنا ويكلاح بحيزه بك أي سين ويكلاح بودي ويكلاح بحويان من الرمية شيء قلت توجناي ينظر وحواجة يا قفكا لبك توري مركو لبك سواقة وحواجة إلى نص له عرضي سواجة يا لبك عرضي أفكي سهر أي وحواجة كو فلا يوجد فيه شيء وحما بقى لبك لبك عرضي سي هدية سواقة ده نفكي ودحمري أما وارت ودحمري وحو كسامي لما أركويا لا أوس ولا ديك دي أوسنا كما مقدين كما مقدين عرضي كو ثم انت أكدب يندر وحو أغيا إلى رصافه ماشا إسكجليان لابك إي قريقة أما بلانتا لابك محوها لقليني ماشا أيضا إسكجليان أي قفك أغيا برتا إي محوها قريقة ماشا إسكجليان أي أغي قفك كو رصاف كاسويان فلا يوجد فيه شيء شيء أما أوس أما ديجن لقوم أركاي ويان ثم أنت كتب أن روح أجايا إلى نضيه إلى نضيه وح أجايا قريقة يلا أنت لبك وكجري وقاديسي إلا لبك الحكومة يلا بقيبوت قيبو محوم وبر قيبنا وقري مرك قريقة يو أجايا قفكي يلا أنت يو أجايا
ليبكو كجري وهو استجنا قطحه ولانتي سويانه فلا يوجد فيه شيء وحنا لقوم أركه ثم عند كده بندروح أجايا إلى قدده بالشي من الله بالص وما ليبك وقد الله جبال بالش دماء يوقف كأجايا فلا يوجد فيه شيء وحب محوها لقوم أركه ويان وحب لقوم أركه قد سبق وحكا هرمري ليبكاس يمع المحوها استجوا إسود قبه إلى بالش زلا يجرو الفرثة أوسكي أيو محوها كهر مري إيو الدم إيجا أيو كهر مري إيجانا دين تساسا ودح بحيان أو محوها قفكي دين تودح قليا وكودح جرا قرآن أخرنا يا وسلم يا وسلام يا لكن واحد دين هو سامينا هوا يراتئ لما أركا وأمد قللا جلف ووح قللا هوا يراتي دين توحي كسامينيس لما أركا أذي لقا حد دي أتسوبك دحركت أو محوها كنسر نسوبك دحيل لقا حزم حوكو سامينيس أبرها دي وساسو كره وسلا ويان هبا يراتك واس وأنه عصان النبي العظيم صلى الله عليه وآله وسلم وياه آياتهم على مدودة اللو قرن دونكو أيجا ورجل نن أو أيجا كمدة كاسو أسود مدو إحدى عضديه لبدي سلول متكوت مثل ثدي المرأة هوين إذا ماسك هذا كره ويان لبدي سلول mid kamida ayaa waxa ka raaraca oo ku qodban ee dumarka naaskoodo kale ayaa ka raaraca weeyaan ama mid ka noqoto mid xan noqoto saasoo nabiga uu tilmaamay alayhi salatu wa salaam waayay aw amara mithlu al bad'ati ama qorob qobal hilba oo kale ayaa ka raaraca kaw tadar daru tatribu saasay u guriireysa oo waxa wax sa u raaraca oo saas u lalmani weeyaan waayay ويخرجون وحيكواس خواريس صوب حدونا ويبنان كمان دونا صوب نريج دونا على حين فرقة حل كالتجتان ومن الناس تتك إسخلاف سينهين ومدى أي كالتكسنتاي ويسكو أدنين واتخلاف كده حي أي بط صوره دونا ساسونا بيجان عدي صلى الله عليه وآله وسلم مرك خواريفته ساس أيونا بيجان كوشا جي صلى الله عليه وآله وسلم تلمام توضنا نوعس إناي تهاي دين تنا أي كده بحيان أي صون أي صلاة بدنيهين قرآن أخص بدينهين أي النبي عليه صلى الله عليه وسلم قال أبو سعيد أبو سعيد الخدري وحي رضي الله تعالى ورضاه فأشهد وحن مرقاتي كاهي هي أني أنيجا سمعت إن كم غلي هذا ورك إسقع هذا الحديث حديث كان من رسول الله إن كم غلي صلى الله عليه وسلم أيها هرت مرقاتي كاهي وكو طلبت وأشهد وحن مرقاتي كاهي أنقر يا أن علي بن أبي طالب علي بن أبي طالب رضي الله تعالى ورضاه قاتلهم إن الله دجالمي خوارجتي وأنا أنا معه أن الله جرويان فأمر كدمنا أوفري بذلك الرجل أي بطلب ذلك الرجل إنك أصغيها ومحونا بقوة المامي ومحونا الناس كعانت كلها أومدوبا إن لفاديو أي أوفري فالتمس والله دلبي فأتي بيه والله كاني وأسقو ميدة أي الله كاني حتى نظرت إلى أن أيغو إليه إسقا إنك أصغها على نعت النبي نبيك تلمام ديسا أنك إيغا أما أنكو إيغا الذي كاسو نعته نبيك تلمامي صلى الله عليه وآله وسلم وان تلمام تنكو أركا ساسو عدين يا نبيك أيو عدين يا ننك الإرهداء أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه وأرضاه ساسو عدين يا ويان مركا خوارجت حلق أي صوبحين وحلق سيد معاوية سيد علي رضي الله تعالى عنهما أي خلافك ودحمري موقعتي الجبل وصفين أي دعضي حل جاسا مركب حويان أي صبحين أو بنانجس كانين لكن ويجرين والنبي محمد عليه الصلاة والسلام يخرج من ضيء هذا نين كان مركب أو ذو الخويسرة لا بركيس وحكى صبح دونا أما مسكح ديس كصبح دونا بحوها دات قرآن كأخريان خواريك النبي قال ساس وقت لما عليه الصلاة والسلام نين كاس مركب كيساء صبحين سيد علي والله دجال لما أنتوا سلام دجال لما سيد نين كلي عبد الله بن عباس ابن عبد المطلب ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم رضي الله تعالى وارضاه أي وحويان لم مناظرات إلى طور كن أي كسوع لي نمن قارئ قرآن قراءة هين لكن علمير قرآن كبس هيقين علمي ولا أدويرة كدمنا رجع يجا أنت هرتاي والله دجال لمي مر كل الله دجال لمي أي وحير هلي هذه نكاس ولا غير هذه دت كل اللهي كمانانا وكل اللهي دت كي ولا غير هذه ولا كسوي مر كسوير ما كذبت ولا كذبت أنا قبل مش شيءين إنه نكاس محوها خوارجت سفرة أيضا والنبي قال إيش شيء ولا كذبت أنا بين لي مشي كان والنبي محمد عليه الصلاة والسلام وحوش شيء وحقيقة سور هذه والله باري والله باري كذبنا وعلى جسور ده صاري أموادي مش وجوزي على جسور صاري استجوا مركز محوها ناسكي وتو وميدة
مركزون أيه الله أكبر أيه رضي الله تعالى وارضاه خبريت مركزاس أيه هايين هذا يكون سجل بقولي سيدي لباتنات أنا عبد الله بن صامت وحلا وري أنا بدر وحك وري رضي الله تعالى وارضاه قالوا حيا بدر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن بعدي كذا شيء أيه هاتي إن بعدي كذا شيء من أمتي أمديدة أو أمبا سيكون حاندنا بعدي كذا شيء من أمتي أمديدة كم ده قوم قراء حاندنا يقرؤون القرآن قرآن كأخريا أو قرآن كآدو أخريا لا يجاوز مقدبة حلاقيمهم حلاقيمهم دون توضع حلقوم كالكاس هنقولي قد مقدبة ويا هلك مضافة ويا يخرجون وحي كبحيا من الدين الدين كبحيا كما سيد يخرج أبحى السهم ليبك من الرمية شيء قالوا توقتي إيا محوها وقارتي ثم انت كذب لا يعودون فيه دينكم صلى الله عليه وسلم هم أيجا شر الخلق خلقك كو شرط بدن إيو الخليقة مخلوقة ويان شر الخلق والخليقة وهل شيء وحكى العلماء قال ليهن سيدة محوها ننك الإرادة ابن أثير إيراك بدن الخلق وادتك خليقتنا وحاوين بها إمتا إيو حاويان حولها ويان خلقك إله أخلقي وبن آدنك إيه غير من آدم كما يشرب أي نبي كان عدينا صلى الله عليه وآله وسلم حديث كن سقال بقول إسرائيل باتنا الحمد لله رب العالمين أردن بي إن شاء الله تعالى كتابك عن سويد ابن غفلة وحال قوري رضي الله تعالى وارضاه قال وحير سويد قال علي بن أبي طالب وحير رضي الله تعالى وارضاه إذا حدثتكم هديئا منك غشكية عن رسول الله النبي على حقي صلى الله عليه وسلم فلأن أخر رأينا كسودعة من السماء سماد يا حب لك القعين البدني الي انا حقيقة من انا كذب انا كبين ابورتا كبين شيخ عليه نبي عليه الصلاه والسلام دشيسه هدي ان نبي محمد السائر اذن لها وحاويان وحائقا سهلا انكج على هاي ان عرك سوداء انت نبي محمد كبين ابورنا عليه الصلاه والسلام وحول جل مكه وح الله وحي نبي محمد انك شيخ وحقيقي دبويان ارين وحاويان شك ان له ويان واذا حدثتكم هدي ان اذن كشك فيما بيني وبينكم أذنك إيه أنيق لحدينا وحد يعني كغش كيف وما أنت أن أرينا عز قلوا يقول هلا يا مركب قل يا إيش هي ويان وضد جالسًا وضدنا إيشان فإن الحرب دولان كإيه دجالك خدعة والس ذكرى أما خدعة وذكر ويان سمعت وحن كم غلي مركب هذا كان صوص عدا أيو جوجل لقى يا وحولي هذا كان هذا نبي محمد كسر نغلي ضرب ويان وهذا سوسو كلا جدار دي على طال ورضه يقول نبي محمد رهيان مغلي ياتي وحيمان دونا في اخر الزمان اخر الزمن كان وحيمان دونا قوم قلا يا ايمان دونا حدثاء الاسنان داء يرير او داء دود اد او يرتهي سفهاء الاحلام عقل قابه وعقل ير يقولون وحيليهن من خير قول البريه خلقك قول كودا هذا كوغو في عني شيغيان او هذا اني شيغان هدي اي نقطه ددك ويغو هذا المعينين لا حكم الا لله واتي لسو استاغن مركز علي كوري مانين كتاب ورانك ده كور قادين وحيلا ذن لا حكم إلا لله حكم إلهي أنا حنا أسوقنا نمجر ويا حكم إلهي بأسكره اذكر حكم لمجرته وهذا الحق واتيو يري كلمة حق يراد بها الباطل وكلمة حق ولكن حمان يباطل لو لجودين لو قرقار واتيو يري رضي الله تعالى وارضاه كذب ما بيقى نوحي عليه السلام يمرقون وحي كدح بحيا ويكدح سيب ميال من الدين الدين ده. كما يمرق سيدو كدح بحا السهم ليبك من الرمية شيء قال قلت وقتويا لا يجاوز مطلابه وما قدبة إيمانهم إيمان كودا حناجرهم دون توضى مطلابه ويا فإنما ميل على ماشي لقيتمهم أتكل كل أنتان فاقتلوهم لا يأبابي أي النبي صلى الله عليه وسلم فإن في قتل لا ينتوضى أي وكسوك ناري أجرا أجر وكسوك ناري لمن أي وكسوك ناري قتلهم لا يوم القيامة ما ننت قيامة ساس النبي عدينا صلى الله عليه وسلم خواريت مرك إلي من خير درنيهين أو آدو لبدنيهين أو دين هينين ولما إلا الله ينأجل لغيري أي النبي قال عدي صلى الله عليه وسلم وهذا آخر المجلس مجلس كان مركا إلهي باكما سبحانه وتعالى ومجلس قدن بي مجالست دول مركا هي شرح كوبا كتابك ألواف مفساحين كتابك ألواف مفساحين وككوبنا طبا مقصد كان كوبنا كون سقال بقوليو سقال إلا باطن حديث هل كاس أيو عاو إلا ذي إلهي بانكما هذينا سبحانه وتعالى وانا سقال سقاشاً إسقال مجلس وحان تيمن إيا وحاوياً تفاؤل كسمينا إن شاء الله تعالى وسقال إسقاشاً مجلس أسماء الله سبحانه وتعالى نمحايا هايين إن لله 99 اسماً سقاشاً إسقال إسن أي إله إله سبحانه وتعالى وقفك إله سبحانه وتعالى كبر يا إله أجيبه إله أكبر يا كو أجيبه
marka anagana caawa majliskii sagaal iyo sagaashanaad ayaan joognaa oon khatinay kuna khatinay kitaabkii alwaf mafsaaxayn oo axaadiista nabigeena sal allahu alay slam lagu jamciyey una jamciyey الشيخ العلامة المحدث صالح بن أحمد الشامي حفظه الله وأن إنه ما أنت تقريبا استقاشن سنة أيو سنك ساري وأن هو إيلا مؤلفات بدن وحديث النبي صلى الله عليه وسلم دينته فروح دي ذاك لدونا أيو أروري أنت هذا إسوام مرتوان أركي بخاري إي مسلم عد جمع سي أو كتاب ير أو أنت هلا يكو جمع سي بخاري إي مسلم نحر كودي إي أنت وقبا نيد إي وحي قمهم سنانا سوء ورسي ما أنا أركين لذلك قف كما أنت يرى هذا كتاب كان كتابه بخاري مسلم مقاري كرو تبرت إذا أنت أيك أرك كان أيام هو كافتوم أيا أو كان أيام محوما بخاري مسلم هو كافتوم أيا تبر كان الآن هينين والله محوما قرابي كرا حي لي سي أن عادي هنا وشيخ وترتيبي كتابك وكد ذالي أن رنتي شغبنا بك قفتي إلهي نحن كبرينا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى وباسمه الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب أن يجزي الشيخ خير الجزاء وأن يبارك في علمه وعمره وأن يدخله الفردوس الأعلى وأن يجعل ما كتبه في موازين حسناته يوم يلقاه أما أن إله سبحانه وتعالى عن كبرينا سيدوك أسماء ديسة ونوناكسا إي صفات كيسة محوانها صرصر إن هذا إله سبحانه وتعالى نقدق كو النبي محمد عليه الصلاة والسلام طريقي سمرة كو النبي محمد عليه الصلاة والسلام جدك سمرة كو النبي محمد عليه الصلاة والسلام ما ننتهي قيامة كوثرك إيه وحويا حوض كيس كعب إلهي ونقدر سبحانه وتعالى إن الله سبحانه وتعالى دينته كوا وقرقر نقدره إنه إلهي دينته نقول دورة أننا محوها دينته كوا دور إلهي نقدر سبحانه وتعالى دينته كوا خدمة نقدره كوا جعل كوا دينته محوها أتاجن كوا برتق كوا عالفلا كوا كل يبان الدنيا آخر إلهي نقدر سبحانه وتعالى أننا إيه أولادنا إيه أحبابتنا يا أقربائنا إيه مسلمين تدرنا إله سبحانه وتعالى درجات العلا أوصيه في تنتا تهذا موقتا إيه تهذا قرصون إله سبحانه وتعالى ونقبت باديه دين تان إسلام كان إله سبحانه وتعالى أعزيه أهل كذا أعزيه هذا وكذا أود الله يعني إله كبرنا سبحانه وتعالى إله سبحانه وتعالى وحن كبرنا بأسماء الحسنى وصفات العلا حديث تان أنبرني حديث تان أنمرني دين تان أنتاجني وعمل صالح ونكسن نيذها دي ونكسناته إن هذا إلهي سبحانه وتعالى نقدر أعماشا أن ما ننتقي يا ربنا اللي هرتقينا سبحانه وتعالى أن لنا إلهي ومجالستاس إنتاس أيام فديني أن كتاب كاغا إيسونا ذا نبي قادوا أذيقا إيني نقول شفيعا نوجنا إلهي سبحانه وتعالى نقدر إلهي كبرينا سبحانه وتعالى الله وحن كبرينا سبحانه وتعالى وحي أن نري أولاك هاي إن هذا نقدر جزيه نقول أنفع دمانتين وحي حمانة أما وحي خلدة وعرب سبق اللسان أما علم يري أما بدأ ذال يري أي نوقي استنى إلهي سبحانه وتعالى ونقع فيه نون دم دافه ربنا سبحانه وتعالى وحن كبرينا أدوني آخرين ونعزيه أدوني آخرين ونجنيه أدوني آخرين ومحوها ميلسر نقارسيه ربنا وحن كبرينا سبحانه وتعالى مسلمين ونعزيه إنه قال ذا الدليه ربنا وحن كبرينا دين تان إسلام كذات علماءه أو أدق إن هذا إله وصوصار سبحانه وتعالى إن هذا إله سبحانه وتعالى أنت كتاب كان دقيسته إيه أنت دقيسون دونت إن هذا إله علماء والعامين كدقوا إن هذا إله سبحانه وتعالى دين تأفره إن هذا إله سبحانه وتعالى دين تسوخد مايه أو دين تان إسلام كتوريث أو نقدر نحلى إلى إله كريم سبحانه وتعالى الله وحن كبرينا سبحانه وتعالى بأسماء الحسنى وصفات العلى ولماذا إن إلهي نور دوره إن عمر قد إلهي نور بركيه إن العلم قد إلهي نور بركيه إن عافمات قد إلهي بركيه سبحانه وتعالى شرور تأدوني بداخل إلهي سبحانه وتعالى وكبد باديه إله وحن كبرينا سبحانه وتعالى أمد إسلام كو دين تي ما أنت بريها أن دنبه كسي سعوتا أو كسي يراني سرنتي كو عمل فلكي دي برشيد ويبضاني سا لكن عمل فلكي يراني إن إلهي دين تنجع ليسي اللهم حبب إلينا الإيمان وزين في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين اللهم إنا نسألك من الخير كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم ونعوذك من الشر كله عاجله وآجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لآبائنا وأمهاتنا اللهم اغفر لوالدينا يا رب العالمين اللهم اغفر لمشايخنا يا رب العالمين هذا والله أعلم وصلى الله وسلم على عبده ورسوله مصطفى انت اسمرك كتابك يا نوغنا ماضي إن شاء الله تعالى لما شاهد كتابك كنا ماضي وحلطنا ماضي مستويه اللبات أيام الماضي وهذا أكسون أيضاً مدة هذا تقريباً لبات سنة كدو مش سيد أحسن كدو ذي يا لبات سنة إيه زيادة سيد أحسن تقريباً وحنس ليه هو ويسن كيسار يسا أيام والني متونت برنامج كمتونت حديث النبي صلى الله عليه وسلم
مستويه كوبات وحقولنا ما ذي كتاب كأربعين كها إيه كتاب كي متن من أبي جمرة إيه كتاب كي عمدة الأحكام سد هذا كتاب يا رب ماذين إله ما كم ماذين سبحانه وتعالى سي سهل أي نقول ماذين وأد ولي بوكوبن كدمنا وحنقل لي مستويه لبعض وكأولساء كتاب رياض الصالحين وقرن إنسان عليه سكيس أنتوا لقي هاي أي نقطة ماذي إله فضلك سبحانه وتعالى كدمنا وحن كل فاقني وانقدر كرعيني كتاب تذكرة سامع المتكلم لما جماعة وقف طالب علمك هي عالمك الله رب أدابت اللغة بهاي هي وآت قيمة بنا أيان كل فاقني كدمنا كتاب كان أيان وحويان كوحي جني ومدى بضان قاتي إن كتابك الله إله هليتان كتابك أي مدى بضان أنسوقين تقريبا دور بلوضة سنة إله فضلك سبحانه وتعالى مدى سنة هي بالقاريسة أما وكدو أي محوها نقول رماضي إنك استوى سجاشن إسجال مجلسوها لكن باقي الشدي هي وحوي كتابك ظروف بضم بأسك جرتي مركز سيدا أوجد مستويه لبعضنا هل كاس يكو إدلي هاي أو كتاب كان ألواف ما في ساحين أيكو إدلي إن شاء الله تعالى هذا هل كان كو إلا هذه مركز مستوي سيدا حد أي مركز كابي سواء لكن مستوي سيدا حد سيدا الوب بالله لها هي طريقة دي اللي يلي لها هي من اللي جوجينا بسم الله بالله بايا وحيكو حرمتها هاي كل اللي بتلا يكون حرمت هاي إن دتك طلبة العلم جها وكتابك أتاجنا وكتابك رعنا أي وكتابك امتحاناتك زجلا أي إن ديار ويهن إلا هرو حي لي آد بو علسي هاي كتاب إلا دياريو نيروبي لقو دياريو حرقوري حرقوري متقنا حرقوري رح لو أقريو وحاينا آد بو علس إن وحاويان لا التزامون لا مغنانين غياب أن لا سمينين وحاد علوس مركا هولها سوى علوسين هولها مركا يساوي علوسين وحلو بهاني عد كل قبط نينك وحاخرنا أو كتابة آخرنا أو تاجن أو مثلا وقت بدن جاليني أو دياريني أو دانيهي سكال إسك إنت إسك داي سوفا ريساني أو بحوها إسكوب شغليني حوب بهانا يا قرب قرب كو مهم سن وين ودريما إن عد علمي قاس وكوفير جبي أو تكور دي بوني عد حنباريسا oo ummadi ka dambeysay u gudbinaysa in ay taaganta inuu helweeyaan hadii aad helin markii dambe ka dibna warshiyo qayr mashquule wadaadkii uu hadalkaysan maxuu isagoo hawlahaas meesha iska marka arinta ayada ahna kulayba waxay u baahanaysaa in talaan ka galna insha Allah ta'ala talaba intaan gali markaa waxaan rabaa inaan balanno talabta ilmigi kitab ku taxnayd inaan balanno ayaan rabaa insha Allah ta'ala on fadhi khaas galno ama 10 han noqdeena ama 20 han noqdeena ama 5 han noqdeena أما كيلا ذي رامك بدنا ذينا مهم ما هتا يلا تذكر طلبة العلم جها أو كتاب كحديث تلبي اللوذي لا نقدر ما يستي أما بدنا حتى كجس وبيري ولكن علم جا سجها حديث النبي صلى الله عليه وسلم حباران ديار كوها أو صون إسرائيل كم حوها نيدا كوها يو إن أن فرد إسكوني ما إن شاء الله تعالى فرد جا إسجا مركا وحين قرن إسا إن أن جذلك إعلام إن شاء الله تعالى أما ما حد بقى أنت نمبر ذينا قف عريف للسمية نمبر ذينا للقراء رجع ديارك آه أما بأرضي ده رسمك آه كدي من أم بلن هذا عوي وان فريسن لهن وأنا بلامي لهن لكن ما دام عشرة لجلي خربنا وجرة صلادين لجمعي ماشي أنا أنكو عدلون لفت أنا كل جن بجونا فيلا يا مشي ويا إلا ويا مركا وحنك يا بيا إن رجع أي هذا المية أن هبينك لك دكان مركا ما قانا ده تلذين كل يا نقانيسا لكن أنت أنا سياحين كيسون كي تلاوذ قدبين وحن ربا إن إدين شجع بور قضب قلب كوبات كتاب آداب الطلب العلمي أو إلى تعليم المتعلم تعليم المتعلم قاطع قرآن مينا وكتاب هذا ير أو كوبا لكن محوها حبار سنجي معاني آذن حتى ملايينين أيو حبار سنجي نعم حديث ضعيف إيو قصص نوعي وأسكري الجران إيو باب إسكع جائب بضن إيه هذا الله أنا آذو توصنين لكن مجمل ك واحد بنادن أقري مجمل ك كتاب عن عادي إيهن ويان كتاب كأسر إن شاء الله تعالى يا رب أدور هبين إن ببسينه واحد أنا أشياء هنا أكير لي حنا وحي محوها زبدة إن شاء الله تعالى أنك قادم مرجع كتابك كذا ما إنه وعم كوفي كرائي أنت أنا صون إسرائيل لجارين صون كإسرائيل ك أنت هذا برا وحبتك رجال سنتك سلسلة دي يصار كود بوح حدثنا 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 تحويل السند وما إلى ذلك أخبرنا حدثنا عن قال محك وحياه صوت بنقف كمركة هدوسا علم مصطلح حديث كوسا المام أولهين وحبارا بس كي يعي وبمثله نحوه وما إلى ذلك هذه الأشياء كلها ومصطلحات مركو حانس لها حديث سورة قال أين قونيسا إن أور كتابو يرير
أن أدوينا أنبوبسين مصطلحة كو لبس سدح أو كلا أنبوبسين مع كتاب كاسير أو محوها تعلم وتعلمك أنت أزمرك مرك أنبوبسين ومدير أدو كوبان أنكو بوبسين كدبنا أن سوري سنوني رهيه رجل سيء حارد سيء هاي مال الديار سيء هايو إن سورا كي سيحين كلو قد بديار من لو يهي مساقف وديارة حلقي سدح ذان مال موت بس من أنفع إيسا مسوي حوالي الله وقال كتابك لقديك هبين ندي ما الله بدينا أو إلى أبشان هبين بلا جرسيني مسوي الله يريني على العموم جوانب بدن أو إن لقنا قاشو بهنا يجرى حتى مركز أنا جهال كي أنت سوكي إلانا يا وحنوفر يا خيارتي حرتي كتابك تحنيت إن أدي هلا يسوا وكريمة ده يسوا ميكروفون كأنسيو كدمنا إن شاء الله تعالى وحسكو أجانو لكن أنت أنشري أفرط كتاب أما سد هذا كتاب أنشري والله سوء إلا من دون إن شاء الله تعالى وحماشك لو كنت جرى كتابك أنت حمل أبو قاضي كتابك أنت حمل أبو قاضي كتابك ألف مفسحين لأنه حربة إن شاء الله تعالى عد الله عد امتحانك كشف وكوب باستو دو الله قدر سبحانه وتعالى إن لصيو إجازة لصيو أما با شهادة لصيو تي فضات ومستويه كوبات وادوك إذن شهادة بحين سومهين مستويها الله بعد مركة إن أما إجازة أم بحينه أما أن شهادة بحينه الله بعد كمت أن سمينه مركة عدي امتحان كاس ديارو أهنا إن شاء الله تعالى ويسو قريسا حليا نقبان دونا مدأيا لنسينا يا ويران هذا مانتا عاو حويا وتاريخ ميلادك يا تقريبا هذا أذكستان وتاريخ 8 سيد حسومة انت بشان اينا الامانين كهرة امتحان كمان قادينا ان شاء الله تعالى وانا سوي الله من دونا وقت جيسا لكن وحان ربي ان رقي ارضيد اها وكتاب كتوسك وتحنا ان اسهلنا ادبا ورب لها حلق مناسب اي ساي وحنا قرآن اي تاذنك اذين دينيا ميكروفونك مركا عدي هل ليس ايان سينا يزاكم الله خيرا هيا هاو هرت رجل انت بضوا يمقينيهين روبك يا رجل كلا خيوي